اقتحم العشرات من المحتجزين في مخيمات تيندو صباح أمس الأربعاء مقر قيادة ما يسمى بجبهة البوليساريو قاصدين مقر إدارة رئيس الانفصاليين إبراهيم غالي. ووثقت تسجيلات فيديو انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي كتبرز ميليشيات عصابة البوليساريو وهي تحيط بما يسمى بالمقر وكتحاول إبعاد المحتجين من أمام مقر مافيا البوليساريو بالرابونية. واقتحم المحتجون مقر القيادة وحطموا الأبواب الرئيسية واحتلوا البناية قبل أن يتدخل ما يسمى بالدرك الحربي لإخلاء البناية بالعنف قبل أن تتطور الأوضاع إلى مناوشات ومواجهات دامية مع المحتجين انتج عنها إصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أفادت يومية العالم.